السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اوريكم ازاي تشتري موتوسيكل مستعمل. طبعا يا جدعان، الواحد مش حمل ان هو يضحك عليه في اي حاجه دلوقتي. بامانه الدنيا بقت صعبه، فانت مش حمل ان انت تروح تشتري موتوسيكل ويضحك عليك فيه ويطلع عينك. يعني حرفيا اول موتوسيكل اشتريته في حياتي، يعني تعبت معاه، تعبت نفسيا. انت فاهم؟ ده هو ده السبب اللي خلاني اتعلم ميكانيكا، ان انا كنت تعبت معاه وفي حاجات كتير قوي انا مش فاهمها ومش عارف اعمل ايه، وكنت بروح للميكانيكي. يعني انا كان من الاخر كده كان بيديني على عيني كان بيضحك عليا. يعني كان بيعمل صيانات، طبعا كنت راكب ياباني ساعتها، فكان بيعمل لي الصيانات اللي هي ممكن حاجات بسيطه جدا بمبلغ كبير جدا. فعشان كده بعديها قررت ان اتعلم ميكانيكا. ده مش موضوعنا، موضوعنا النهارده هعلمك ازاي تشتري الموتوسيكل وان شاء الله ما يضحكش عليك، تبقى عارف انت بتعمل ايه وعارف بتشوف الموتوسيكل ازاي. في حاجات كتير وفي تفاصيل كتير، عشان كده تابع الفيديو للاخر وركز معايا في كل تفصيله اقولها لك. اول حاجه انت لازم تبص عليها هي الماتور، بديهيه جدا. الماتور بيبقى ليه كذا حاجه. هات معاك مفك بوجيهات وفك البوجيه وبص على البوجيه بعد ما فكيته. لو البوجيه عليه زيت، البوجيه على فكره بيبين نسبه كبيره قوي من كبس الماتور وشغل الماتور جوه وشغل البيستم جوه، فالبوجيه عليه عامل وعامل كبير جدا. فانت فك البوجيه وشوفه، لو عليه زيت، لو عليه اي حاجه، البوجيه متاكل متكربن، شكله عامل ازاي. البوجيه بيبين لك حاجات كتير قوي. وفي حاجه مهمه جدا برضو، لازم تشوف المكنه بترشح زيت من اي حته ولا لا. في حتت كتير قوي اهي المعروف عنها هتلاقيها بترشح زيت. الحته تلاقي المكنه متغرقه زيت من تحت، وطي، بص على المكنه او ارفع المكنه على حماله الدبوس، وانت مثلا معاك حد ارفعها وشوف الموتور غرقان زيت من تحت ولا لا. او من عند التروس، من عند التروس من هنا شوف، ممكن يكون في مثلا اول سي بويز، ممكن يكون برشح زيت، او في حتى ممكن يبقى كسر. عشان ساعات حلوه ساعات دي، عشان ساعات الجنزير بيتقطع فبيخبط جوه في الحته بتاعت الجنزير دي، ممكن يكسر حته الموتور جوه. فانت الحته دي برده ممكن تبقى بترشح منها زيت. بص، انت لازم تفصل المكنه، تبدا تشوف المكنه مرشحه زيت من اي حته ولا لا. تمام، اركن المكنه. يعني انت مثلا بتتكلم معاه، وانت بتتكلم معاه في التفاصيل وكده، هو جاي مثلا بالمكنه سخنه، اركن المكنه شويه، شوف لحد ممكن يطلع ترشيح من تحت او اي حاجه، اتكلم معاه شويه، احرق معاه نص ساعه. احرق، بص دلوقتي عفى المكنه دلوقتي عشان تجيبها، حتى لو مستعمله عندها 30,000 جنيه، احرق معاه نص ساعه كلام، شوف المكنه هتنقط زيت من اي حته او اي حته ولا لا. بعد كده هنيجي على المسامير، انت عاوز تعرف المكنه دي حله ولا لا. الناس بتقول لك الشكل المسمار، لو المسمار متاكل يبقى المكنه دي حله، لو مش متاكل يبقى المكنه دي مش حله. بص، هو الموضوع ده مش دقيق. يعني ممكن في ناس بتبقى فنانه حرفيا، بيفك المسمار، عارف بيفك المسمار ازاي، وبيجي يربط المسمار بيربطه بسنس ابن لذينه. انا شفت صناعيه كده كتير، ولو اتنططت ولو عملت اللي مش هتعرف ان المكنه دي حله او مش حله. فهي دي بتبقى حاجه للضمير بقى اللي قدامك، بالذات ان في حاجه بسيطه جدا، المسامير دي اصلا بتتجاب يا جدعان. يعني طقم المسامير ده بيتجاب، وممكن لو انا هجيب ممكن اجيب طقم مسامير اوريجينال، انت فاهم ازاي، من بره، وهيجي بنفس البص نفس كل حاجه، وهربطه بدراع عزم وكل حاجه تبقى مظبوطه. لو مثلا في سيستم او دراع عزم ممكن يظبط التورك بتاعه والمسمار يطلع ما فيهوش خربوش. فده مش حاجه تبني عليها قوي، يعني ممكن تتلعب فيها عادي. بعد كده دور المكنه واسمع صوت المكنه. اكيد طبعا انت سمعت صوت مكنه قبل كده، فانت عارف فيها صوت خروشه، فيها صوت، انا مش عايز اقول لك صوت حدفه ولا بيقل، عشان انت ممكن ما تعرفش الاصوات دي، بس ممكن تخش على اليوتيوب تسمع الاصوات دي تشوف منظرها عامل ازاي. في حاجه مهمه جدا برده، بص على عدسه الزيت او شوف مقياس الزيت في الموتوسيكل. في ناس ممكن تقلل مستوى الزيت للنص او اقل كده من كمان، تبقى المكنه اصلا مش مبره، فبيقلل لك الزيت خالص عشان مهما زودت بنزين المكنه ما تطلعش دخان. او في ناس ثانيه بتزود مستوى الزيت جدا عشان ممكن يكون في مشكله في المكنه او فيها صوت، فهو بيزود لك مقدار الزيت بدرجه عاليه جدا عشان المكنه الصوت ده يتكتم فيها وهو ما تسمعهوش. فانت بص، لو الزيت قليل يبقى في مشكله في المكنه دي، لو الزيت كتير زياده عن اللزوم يبقى في مشكله. هتعرف منين ان الزيت كتير زياده عن اللزوم؟ هتميل المكنه على جنبها. الطبيعي ان انت لما تيجي تميل المكنه زي ما هي متميله على جنبها كده، العدسه بيبقى فيها حته فاضيه، لو ما لقيتش الحته الفاضيه دي اعرف ان هو مزود زيت زياده عن اللزوم، واعرف ان المكنه دي فيها مشكله. بعد ما شفت الموتور وبعد ما شفت الزيت هتبدا تدور المكنه وتزود، زود على الاخر، زود لحد ما تفصل، انت فاهم ازاي؟ بس ما تزودش كتير، يعني قول له انا هزود لحد ما اخلي المكنه تفصل. شوف الدخان اللي طالع منها، لو الدخان اللي طالع منها اسود اعرف ان في حرق بنزين مش كويس، ممكن يكون عيب من البوجيه، ممكن الهواء اللي داخل المكنه مش مظبوط، ده عادي. لو اسود عادي، رمادي يبقى في حرق مش كويس ماشي مع زيت بيتحرق. تاني في حرق مش كويس، يعني البنزين ما بيتحرقش كامل وفي زيت كمان بيتحرق، لو هو اللون رمادي. لو اللون ابيض اعرف ان المكنه دي مش مبره وفي زيت بيتحرق. لو انت حطيت ايديك ناحيه الشكمان لو لقيتها بتطف زيت على ايديك ماشي، اعرف ان المكنه دي بتحرق زيت او عاوز تغير طقم الشنايبر.
لو انت رايح تشتري مكنه انجكشن اكيد ليها كمبيوتر اعطال، فانت شوف الكمبيوتر لو انت هتعرف تجيب معاك فني شوف الكمبيوتر، لو انت برضو مش تعرف او اي حد تعرفه معاه الفيشه والجهاز خليه يجيبه معاك برضو تكشف عليه اعطال، ان الاعطال برضو بيبين لك جزء كبير قوي من المكنه دي فيها مشاكل او عدت حتى على مشاكل قبل كده. وانت برضو تيجي تشوف القربه ومستوى القربه طبعا، وانت فاكك التانك هتشوف القربه، شوف الخراطيم اللي وصل القربه تمام، اي حاجه بسيطه بس انت ممكن برضو تشوفها، يعني شوف الخراطيم اللي وصل القربه تمام تمام، شوف الريديتير، اهم حاجه الريديتير، هتفتح الغطا هتشوف فيه لو الريديتير مطحن طبعا المكنه دي جايه وش سلندر، وهتبقى باينه، هتبقى باينه من العدسه وتبقى باينه من الريديتير. بس في حاجه ممكن ما تبانش بقى، ما تبانش من العدسه، هتلاقي وش الريديتير عليه نقط زيت صغيره او بقعه زيت، دي المكنه دي قربت ها لسه داخل على وش السلندر، فدي انت ممكن لو انت هتنزل معاه في 8 وتاخدها تمام، اهو تغيير جوانب وش السلندر مش قصه، بس لو انت عاوز تشغل دماغك بالقصه دي ممكن تاخدها وتقول لا المكنه دي هجيب جوان فانا هاخدها منك مثلا بمبلغ كذا هتقلل حبه حلوين، مش هو مش موافق او انت مش عاوز تتعب نفسك يبقى فكك من المكنه دي خالص وما تجيبهاش احسن. في حاجه مهمه جدا برضو لازم تاخد بالك منها، الملف الكهرباء بالذات لو انت بتجيب تي ان تي، التي ان تي يا جدعان معروفه بملف الكهرباء بتاعها بيبوظ. بص انت تلاقي الفيشه، في فيشه هنا طالعه ماشي، هي فيشه ملف الكهرباء، هتفكها وتقيسها على الفولت ميتر تشوف الجهد اللي طالع من الملف جهد مظبوط ولا لا، دي برده ممكن تشوفها في الكتالوج، ممكن برده اسيب لكم صوره الكتالوج هنا، هتجيب الفولت ميتر وتقيسها، لازم برده دي حاجات دي حاجه مهمه، ان ملف الكهرباء انا كنت جايبه ايام الرخص تقريبا كان ب 500 جنيه فدلوقتي ممكن مثلا تمنه يبقى عامل 1000 جنيه فتمنه غالي جدا ماشي. فانت دي برده من الحاجات المهمه وبتفرق معاك، لازم تقيس الملف الكهرباء او تقيس الجهد اللي طالع من ملف الكهرباء. الفتيس وما ادراك ما الفتيس، اما تيجي تطلع بالمكنه لازم دي حاجه تخلي بالك منها قوي عشان دي الحاجه دي ما فيهاش هزار، غيارات المكنه لازم تشوف مع طريقه غيارات المكنه، لو المكنه بتدي غياراتها سموز ماشي يبقى دي تمام، انا مش هقدر اقول لك غير كده ان انت ممكن تبقاش فني، ما هو النصيحه ان انت تجيب معاك فني احسن، بس انا بتكلم لو انت مثلا مش مقدرتك ان انت تجيب فني كل الدنيا مأزمه فتشوف الغيارات لو هي سموز معاك وتطلع وبتنزل تمام قشطه، لو هي فيها سنة قفشنة وبتعصلك وغير ما بيجيش بلاش احسن، يعني بلاش احسن، دي حاجه ما فيهاش هزار وحاجه ما فيهاش ان انت ممكن تتغاضى عنها. الفتيس يا جدعان يعني او تروس الشجره او الغيارات عموما من الحاجات اللي هي صعبه جدا ممكن تقرفك وممكن اصلا هي تغيرها مش صعبه بس انت هتحل الموتور كله عشان تغير مثلا تروس الشجره او توصل للفتيس، والموضوع يعني ما تعرفش عمره بس هيكلفك وانت في غنى عن الكلام ده كله. هنيجي لتاني اهم حاجه في المكنه، الشاسيه يا جدعان مهم جدا جدا جدا، في ناس كتير قوي بتشتري مكن ويطلع في الاخر الشاسيه ملحوم، هات معاك عده فك التانك، فك التانك، قول له انا هفك التانك انت فاهم، يقول لك لا او مش لا قول له خد بعضك وامشي انت فاهم، فلوسك دي انت تتعبان فيها. إذا جعان شفت مكان حرفيا مقسوم من النص، مقسوم عامل حادثة ومقسوم، وعشان هو تحت التانك فمش باينة، فك التانك، فك الكرسي، شوف الشاسيه كامل، ما فيهوش أي خبطات، ما فيهوش أي لحمات، الشاسيه مش معوج، الحاجات دي يا جعان بتفرق بتفرق بتفرق، طبعا أنا مش محتاج أقول لك تشوف رقم الموتور وتشوف رقم الشاسيه، ده أكيد طبعا، ده أي حد بيشتري أو بتشتري عجلة يعني لازم تبص على الحاجات دي، بس طبعا يا جدعان لو الشاسيه رشش فده طبعا ابعد عنها، ما تجيبهاش، استحالة تجيبها، بيبقى باينة. الشاسيه الرشش هتلاقي حته لونها مثلا باهت وفي حته كده بسم الله ما شاء الله منوره، فانت عارف ان الحته دي يعني بنسبه كبيره انها رشه، فركز فيها قوي عشان الشاسيهات بتاعت الموتوسيكلات، في موتوسيكلات بتعمل حادثه وفي ناس بص صناعيه ولاد لذينه يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني ايديهم بتتلف في حرير، ما بيجي يلحم بيلحم بص بيلحم بالظبط يعني ما بتبانش، وبيصنفر وبيظبط الدنيا، انا شفت الكلام ده بعيني، وبيصنفر وبيظبط الدنيا، بيبص بيطلع الشاسيه والله ميه واحده، هو الله يبارك له ايديه تلف في حرير، هو بيعمل كده طبعا مش عشان ان هو يلبس حد او يجي يبيع المكنه، هو بيعمل ده اللي هو صاحب المكنه اللي راكبها عشان يعمل له حاجه نظيفه. فبس فانت خلي بالك ما تيجي تشتري حاجه زي كده، ركز فيها قوي، لو صاحب المكنه ما عندوش ضمير مش هيقول لك ان الشاسيه بتاعه ملحوم. وكمان بص على الزور اللي ماسك هنا، انا مش عارف اتحرك بس عشان نسيت السماعه البلوتوث، الزور اللي ماسك هنا سليم، في لا ممكن يكون مثلا الزور ده مكسور، الزور ده على فكره اكبر يعني اول حاجه بتتعرض للصدمات، يعني لما يجي الموتوسيكل يعمل حادثه الزور ده تقريبا هو اللي بيبقى في الوش او اكتر حاجه ممكن تتكسر،
فانت بص على الزور، الزور ده مهم جدا جدا. الحاجات المهمه اللي لازم تبص عليها كويس جدا استقامه الجادون. ما تيجي تركب على المكنه تشوف الجادون مستقيم مع العجل اللي قدام ولا لا، في لوحه في تانية، الحاجات دي برضو بيبين لك ان الموتوسيكل ده عامل حادثه قبل كده ولا لا. ليه بقول حوار استقامه الجادون ده؟ ان كان في واحد صاحبي معاه مكنه ضايه برضو، كانت نحله، كان حرفيا هو كان بيعمل الزاويه اليمين مختلفة عن الزاوية الشمال، المكنة كانت واخدة حادثة من قدام، فكان في عوجة في الجزء ده، العوجة ما كانتش مثلا في الجدون فكان يفك الجدون ويعدله، لا العوجة كانت في الجزء اللي قدام نفسه، زاوية نزول المساعد مع العجلة، الحاجات دي برضو هي ممكن يلقطها واحد فني أو واحد يعني دارس في الموضوع أو بقاله مثلا كتير في الموضوع، ممكن أنت ما تاخدش بالك منها، بس أنت ممكن تاخدها يعني ممكن تاخد بالك منها بالإيه؟ بالنظر لو مثلا الموضوع كبير قوي يعني. فانت ركز في الحاجات البسيطه دي، الحاجات البسيطه دي بتفرق، بتبين لك حاجات. وبرده بص على المقص اللي ورا، المقص اللي ورا اللي هو ده اللي ماسك العجل اللي ورا، ساعات برده بيبقى فيه حوادث او حاجات بيتلحم. انت واحد صاحبي قبل كده كان شاري مكنه توبي، كان المقص اللي ورا بتاعه ملحوم، طبعا هو ما خدنيش معايا يعني، هو جابها من دماغه، فكان المقص اللي بتاعه ملحوم. هنيجي نتكلم عن الفرامل، الفرامل برده ده من اهم الحاجات في المكنه، لان انت ماشي على عجلتين، فلازم الفرامل بتاعتك تبقى مظبوطه على الشعره. يعني انا مش عارف اقول لك بالظبط او اخش لك في تفاصيل في مصر الفرامل، انا بتكلم على اساس ان انت مبتدئ او مش عارف، فانت خش اركب المكنه وجربها، امشي بيها ودوس فرامل، شوف لو الفرامل معاك كويسه خلاص تمام. لو انت مثلا فاهم شويه او فاهم ايه الماستر او الماستر شغال ازاي، هتفك الماستر بص عليه من جوه وهو يدوس لك فرامل، هتشوف البساتم شغاله مع بعض ولا لا، وفي كبس وقشطه الفرامل مثلا مش واخده اي حاجه. الموضوع ده اصلا مش هياخد يعني دقيقه، يعني تغيير كتير الفرامل اصلا وان انت تشيك عليه الموضوع سهل جدا اذا كان ورا او قدام. فلو انت فاهم او عندك نبذه صغيره هتبص والموضوع الفرامل ده بالنسبه لك سهل، حتى لو انت ما عندكش هتجرب الفرامل شغاله كويس ولا لا. بس في حاجه مهمه برضو لازم تبص عليها، الطنبوره لو فيها تعريجات زياده عن اللزوم يعني دي برضو تقلل من ثمن المكنه، ما هي ما تعبهاش بس تقلل من ثمنها. ان في طنابير بتبقى حرفيا، انا واحد صاحبي معاه مكنه الطنبوره بص يعني مش عارف اقول لك يطلع نازله كده، ف هو حرفيا الفرامل يعني صعب يعني عشان يقف ممكن الموضوع ياخد معاه وقت شويه. فالطنبوره حط ايديك عليها، لو لقيت الطنبوره ميتها ماشيه سليمه ما فيهاش تعريجات تمام. هنيجي بعد كده الكهرباء، طبعا انت فاكك التانك وفاكك الشلطه، فانت هتبص على الضفيره فيها قطعات، فيها حتت سايحه قبل كده، فيها مشكله، هات معاك فولت ميتر وقيس جهد البطاريه، شوف البطاريه بتطلع قد ايه فولت وقد ايه امبير. دي برده من الحاجات اللي بتنزل من ثمن المكنه، ان انت البطاريه برده ما بقتش رخيصه يعني حرفيا اي حاجه ما بقتش رخيصه. فانت البطاريه هتعرف مثلا البطاريه نص عمر او هتبوظ قريب، فانت قول له لا البطاريه دي جهدها كذا، فالبطاريه دي هتبوظ مني قريب، البطاريه ما بقتش رخيصه. بعد كده نيجي للمساعدين، انت عايز تعرف المساعدين الاماميه كويسه ولا لا. انا مش عارف اتحرك بس عشان المايك. بص انت بتشوف المساعدين، عاوز تشوف المساعدين قدام بتشوفها بطريقه بسيطه، بتدوس فرامل قدام وبتنزل المساعد وتسيب، تنزل على المساعد وتسيب. لو الموتوسيكل ما بيتنططش معاك اعرف ان المساعد ده كويس، لو هو بينزل وبيطلع يثبت ده كده المساعد ده كويس، انت فاهم؟ لو هو هتلاقي الموتوسيكل بيتنطط او المساعد خفيف اعرف ان المساعد ده خفيف. المساعد اللي قدامي مش حوار قوي مش مشكله يعني، ممكن بيتظبط بسهوله يعني، كل الموضوع ان هو مثلا بيتغير له زيته وبيتكبس وبتحط له سيت جديد وبيبقى الدنيا تمام. فالمساعد اللي قدام مش معضله يعني، دي مش الحاجه اللي تخليك ما تشتريش المكنه لو المساعد اللي قدام فيه مشكله. طبعا انا بتكلم على مشكله ان خفيه المساعد، مش في ثانيه في المساعد او عوجه في المساعد او لوحه في العجله اللي قدام، دي مشكله كبيره. انا بتكلم خفيه المساعد، يعني المساعد بس خفيف معاك بس مش اكتر، زي ما شفنا اللي احنا عملناه في المساعد اللي قدام هنعمله في المساعد اللي ورا، نوقف المكنه او حد يمسك معانا وتنزل تحط ايدك على الشلطه برده وتشوف برده ايه المساعد هينزل ويتنطط معاك ولا هينزل ويطلع. برده وانت بتجرب المكنه وبتلف بيها خد مطب وشوف اداء المساعد معاك عامل ازاي، المساعد هيخبط اللي ورا بالذات، خلي بالك ان المساعد اللي ورا ما بيتصلحش، المساعد بس اللي قدام هو اللي بيتصلح. خلي بالك لو انت لبست في مكنه مساعد اللي ورا بايظ هتضطر تشتري مساعد، دي برده مش يعني مش معضله كبيره يعني، مش الحاجه اللي انت تلبس فيها وتندم، فاهمني؟ هتبص طبعا على برضو الحاجات المهمه جدا ناس كتير قوي بتغفل عنها، الجنط اللي ورا والقدام. الجنط يا جدعان بيبقى ممكن فيه حماد خطيره يعني، ممكن يكون مثلا الجنط ده اتعجن وهما بيلحموه بيمشوا بيه كده، فانت بص على الجنط، المشكله ان هو بيترش فممكن ما يبانش قوي يعني، لازم تشوف اللحمه تشوف اللحام تشوفه من جوه، بس برضو في لحمات بتبان يعني، برضو انت بايديك كده امشي على الجنط من جوه ومن بره، شوف لو في اي لحام او اي نبذه للحام هتبقى باينه،
ممكن لو لحمها عند حد بص فنان مش تبقى باين قوي، بس برضو الجنط من الحاجات المهمه جدا. برضو الحاجات برضو انت ممكن تقدر تنزل من تمن المكنه فيها هي الجنزير. لو الجنزير حالته تعبانه ممكن تقول له برضو الجنزير ده انا هضطر اغيره هي وآلات الجر، ممكن تنزل معاه برضو مبلغ فيها. ما بتكلم دي حاجات مبالغ بسيطه يعني، انت فاهم، مش حاجات مبالغ عليها، بس برضو تقدر تتكلم في السعر. لو الجنزير تعبانه اي حاجه دلوقتي حرفيا بقتش رخيصه يعني، التيل اللي كان واحد بيجيبه 50 جنيه بقى بمبلغ حرفيا. في برضو حاجات برضو انت ممكن تتكلم فيها اللي هي الايه المظهر بقى الخارجي، اللي هو الفبر، كسر هنا حاجه هنا، شويه خرابيش، الدهان مكلح، دي حاجات برضو ممكن تتكلم فيها، ممكن برضو ايه نزل من السعر. وده كان كل حاجه في الفيديو النهارده، اتمنى اكون قدرت اوصل معلومه مفيده، وان شاء الله يعدي الايام دي على خير ونطلع من الازمه اللي احنا فيها دي. اشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.